رغم أنه لم يمضي على طرح ألبومه الجديد شفت الأيام سوى أيام قليلة، فإن النجم عمرو دياب حرص على أن يبدأ في اختيار أغاني ألبومه المقبل من الآن، حيث لم يضيع الوقت كثيراً في الاحتفال بنجاح الألبوم، بل ركز على أن يسارع باختيار ألحان وكلمات جديدة. وأهم ما يميز دياب أيضاً أنه عند تسجيل أو اختيار أغاني ألبوم جديد ينعش ذاكرته بالأعمال التي كان قد سمعها من قبل ولم تشأ الظروف أن يسجلها، فهو لا ينسى أغنية استمع لها مهما مر الزمن. والله